مدير الكره بالنادي الاهلي بيقول لك مبروك النهارده على الفوز يا كابتن، فوز مهم بالنسبه لكم، يمثل الفوز النهارده بالنسبه للنادي الاهلي يا كابتن. الحمد لله طبعا على المكسب، والحمد لله رب العالمين على الثلاث نقاط. يمكن واحده من المباريات الصعبه وواحده من المحطات الثقيله، فرقه كويسه وعندها صفات كويسه كمان وشخصيه في الملعب، وعندها كمان جهاز فني على مستوى عالي بالتاكيد كابتن حسن شحاته، في واحده من المباريات الصعبه وواحده من المحطات الصعبه، والحمد لله رب العالمين ان انت عديتها وان انت خطوه خطوه كده ان شاء الله الرحمن يعني. حابب تقول لعيبتك النهارده بعد المباراه؟ طبعا يعني تلاحم المباريات وتقارب المباريات و المباريات بعدها، يعني كل مباراه بتبقى اصعب من اللي قبلها، فبالتالي بشكرهم طبعا على اصرارهم وعزيمتهم وطريقه التعامل كمان. يعني في مهم جدا لازم تتعامل بواقعيه، في ناحيه تكتيكيه وفنيه كابتن حسام البدري بيشتغل عليها، والحمد لله رب العالمين الدنيا كويسه جدا في الجزئيه ديت، لكن كمان انت عايز تكون واقعي في التعامل مع كل المباريات. قد تفاجئ بمباراه انت مش في حاله بتاعتك، او الظروف معاكسه، او حته التوفيق مش معاك، فلازم تتعامل بمنتهى الجديه والاحترام للمنافس. يعني عايزين نطمن على احمد حجازي يا كابتن. حجازي يعني حس بحاجه كده ناحيه العضله الضامه، لسه التشخيص النهائي ما اتقالش، وان كانت الاولويه كده او البوادر يعني ان شاء الله الرحمن باذن الله ما تكونش حاجه كبيره يعني. صرفت مكافأة جزاء للاعبين بعد المباراة اللي فاتت، واكيد يعني بتفكر تصرف لهم حاجة بعد الماتش ده؟ بص، احنا عندنا لائحة الحمد لله رب العالمين مدروسة بشكل كويس ومعمولة بشكل كويس من السنة اللي فاتت، قد يكون فيها تعديل في عشان الحتة الإفريقية، لكن الحمد لله رب العالمين في بنود بتسمح لها بحاجات كتير قوي في الموسم يعني. كوليبالي لعب 120 دقيقة تقريبا مع النادي الأهلي، جاب 3 أجوان، معدل تهديف عالي جدا، شايفه ازاي يا كابتن سيد؟ زي ما قلنا يعني احنا مش هنغير كلامنا، يعني احنا طبعا لعيب كويس وان شاء الله الرحمن يساعدنا باذن الله تعالى، لكن دايما اللي بيلعب في النادي الاهلي يبقى عنده الشخصيه اللي تناسب النادي الاهلي، القدرات اللي تلعب النادي الاهلي. حسن اختيار التوقيت ده راجع للجهاز الفني، هو الوحيد اللي يملك ده، او ان هو الوحيد اللي يقرر ده. انت يدفع باللعيب على حسب مجريات المباريات وعلى حسب الاهداف اللي انت بتسعى لها من المباراه الثانيه وعلى حسب البطولات كمان. شكرا سيد. العفو. دي كانت تصريحاتك.